انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ عشان ما ينفعش نعمل غير كده. هي دي جدعنا، مش هنشوف واحد بيغرق قدامنا ونقف نتفرج عليه حتى لو دخلنا في مشاكل. عارف يا عم صفوت، انا طول عمري بسمع كلمه جدعنا في الافلام ومن ابويا، عمري ما عرفت معناها، بس لما جيت عشت وسطكوا هنا ولقيت ناس واقفه جنبي وبتساعدني وبيحبوني من قلبهم وهم ولا عارفيني ولا عايزين مني اي حاجه، حسيت بقى انا جدعان. فهمت كويس انك فهمت. انا دلوقتي اقول لك خليك جدع وتعال كمل. انا فكرت كويس قوي، لقيت انه فعلا مش هينفع امشي من غير السواق بتاعي. كوري 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 كوري. مفيش اي حاجه ناقصه يا فندم؟ اطلاقي يا فندم، مفيش اي حاجه، كله تمام. طب انت مش شاكه في اي حد يكون ورا الموضوع ده؟ ايوه انا متهيألي. لا خلاص، لا يا فندم طبعا مش شاكه في اي حد، يعني هشك في مين؟ طب استاذن انا. اتفضل يا فندم. ما قلتوليش ليه على هذا اللي هو شبه المشروم ده؟ ده طلعي الام حرام عليك. طالما مش عينك يبقى مش مهم، انا مش عايزه شوشره، ده اللي انا فكرت فيه اول ما انت كلمتني في التليفون، وبعدين طالما الولد جه لحد هنا وما لقاش حاجه هيخاف يهو بينا تاني، فهمت؟ النبي عسل. برضه مش معنى ان رجعت تاني وحضنا بعض وعيطنا ونفينا وجو العيال الحلميه ده ان موقفنا زي الفل، لا احنا ستيل موقفنا زي الزفت. اهدى بس يا دبور، احنا دلوقتي لازم نفكر في طريقه ازاي ندخل بيها على لطيفة. انا معاكي، بس هي ايه الطريقه؟ طيب اخلع انا بقى يا جماعه، يعني كريالا وهي كل ما تستعك تخلع. ماشي ماشي، بس انجزوا بقى يا جماعه علشان رايح امن على مصلحه مرتب لها من اسبوع. مصلحه؟ مصلحتي يا سيكازوزا، واد صاحبي طباخ عم صفوت بروح معاه يعني الحفلات الكبيره كده علشان ناكل ونشرب ونهيص. عنده بقى حفله تنكريه ليله راس السنه، الحفله دي عاملاها واحده ست مقتدره وغنيه وعندها شركات وهيصه، يعني هي اسمها مش غريب عليا يا دبور على فكره، اسمها خفيفه هانم لذيذه هانم، يعني هو يعني اسم فيه انبساط كده. ثانيه واحده ثانيه واحده، عشان انا شامم ريحه بلوى زرقاء على دماغه ودماغ اللي خلفوه. اسمها لطيفه مثلا؟ ايه ده انت تعرفها؟ يلا يا دي يا ابني يا حمار. انا حمار؟ يعني شديد الاولانيه مش فارقه معاك، واحمر حلقتك انت حمار وغبي. ولا هتقل ادبك هسمعك الاه. تاني؟ بس ما ينفعش. ايه يبقى ابنك حاول، انت عايز ايه؟ 7 ايام بتحضر الحفله يا كلب السكه. وانا فاضي بقى، فاضي بقى على قضيه ابوك وابوها ناس ترد تقول. خد دي، فاكر اللي سخرك على مامتك كان بخلطه وخرجت غوصه عاوز تغوص العريس؟ اموت واشوف. انا يا كلب السكه انا. وربنا ما انا سايبك، وربنا ما انا سايبك. يلا يا روشة، وربنا ما انا سايبك. روشة حاجتك حاجتك. ادخل. دبور بيه سريع نوسي، ايه جابك هنا؟ النصيب. ها يا جماعة عملتوا ايه في اللي اتفقنا عليه؟ كله تمام الحمد لله، اللهم اتمها بالحاجات الكويسة يا رب يا رب. دبور في حاجة فاتت علينا. يا ترى ايه؟ انت اول ما تدخل الحفلة كل الناس هتعرفك في ثواني، انت لازم تحلق. احلق لابويا يا واطية؟ انتوا اتجننتوا يا جماعة؟ انا لا يمكن احلق لابويا في موقف زي كده ابدا. لا احنا قصدنا تحلق شعر. لا ده انا احلق لابويا واحلق لامي واحلق لك واحلق لكم كلكم. لازم تحلق، لازم تشيل الشمسية السوداء اللي على دماغك دي. انا كتبت فيلم كان اسمه ماذا حدث للدبة بعد سندوتش الدبة،
البطل في الفيلم ده اللي هي الدبة كان لازم عشان تتخفى من الأعداء بتوعها لازم تتحول تتغير كان لازم تتخفى أنا أقول أبوك تتكرر على الدبة على أفلامك يا مجنون الفيلم ده بتاعك اهدى يا دبور اهدى يا دبور دبور لازم تحلق عشان أبويا وأبوك لازم تحلق عشان عم صف وكلوش لازم تحلق عشان بينك لازم تحلق عشان بونج صح لازم تحلق يا دبور لازم تحلق علشان شعرك طويل فين على ابوك سيبك من الحامل بتاعك شوية ده بابا ابن حبيبي وحشتني وحشتني قوي وانت كمان وحشتني قوي وحشتك ايه ده انا ما كنتش هعرفك اه دبور يا ابني اللي انت بتعمله ده خطر لو حد شك انك محامي ممكن يتعمل لك قضية انتحال شخصية ما بقتش فرق كتير المهم انت عامل ايه هنا تعبان تعبان قوي يا دبور انا مش هقدر اقعد هنا دقيقه زياده انت ما تعرفش ايه اللي بيتعمل فيا جوه عارف عم صفا اتفرجني على فيلم الكرنك اطمن يا بابا لو اللي في دماغي حصل مش هطول هنا كتير ان شاء الله سيرنوسي قال لي على اللي بتعمله علشاني يا انت اتغيرت قوي يا دبور عارف يا ابني حتى لو ما خرجتش من هنا هبقى مبسوط منك قوي وقلبي هيفضل راضي عنك العمر كله يا حبيبي يا حبيبي بس اعمل حسابك انا لو طلعتك من هنا ابقى انا اصيع لا معلش انا الاصيع خلاص مش هطلعك انت الاصيع سفينة على أول الشارع نقعد فيها شوية أخطفك على فكرة الحمد لله ما شفناش يا عم صفوت الحمد لله كنا هنروح في 60 داهية بس حلو قوي لبس شافلي شافلي ده عم صفوت شفلي أنا مندمج أنت بقى يعني اللي متنكر ها؟ عامل إيه؟ عامل ابن ناس بقول لك عم صفوت الواد ده بور اتاخر قوي انا قلقت عليه كان لسه معايا دلوقتي اهو جاي هناك اهو